حضراتكو النهاردة 7 أكتوبر 2023، السبت 7 أكتوبر 2023. النهاردة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بتعلن عن أخبار من فلسطين وتصاعد التوتر ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وعدد كبير من الصواريخ اللي انطلقت من غزة إلى إسرائيل، وطبعا أصابت وكان في بعض الخسائر. الجانب الإسرائيلي بيتوعد الجانب الفلسطيني برد حاسم. الجانب الفلسطيني الحقيقة كان عنده أسرى من الجنود والضباط الإسرائيليين وعدد آخر من المدنيين. تصاعد في هذا الوقت وهذه التوترات المتصاعدة ما بين الجانبين. الجانب الفلسطيني بيعلن عن انه هو ده اسمه طوفان القدس، وانه ده ردا على الاستفزاز طول الوقت من الجانب الاسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال والشيوخ والنساء والتعدي على القدس والمسجد الأقصى والعديد والعديد من الاستفزاز، مش فقط للفلسطينيين ولكنه أيضا استفزاز للاثنين مليار مواطن مسلم في الكرة الأرضية. الجانب الإسرائيلي بيتوعد بأنه دي يعني أعلن أنه هو في حالة حرب وفي تصاعد مستمر، وأعلن أيضا الجانب زي ما أعلن الجانب الفلسطيني أن هو دي عملية طوفان القدس، زي ما أعلن أيضا الجانب الإسرائيلي بأن ده السيوف الحديدية. هذا التوتر وهذا التصعيد المستمر طول اليوم النهاردة، طبعا الجانب الإسرائيلي قذف بالطيارات عدد كبير من المواقع في غزة واستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وأيضا عدد كبير من الإصابات. هذا التوتر اللي هو مش عايز يخلص، هذا التوتر اللي مش عايز ينتهي بسبب التعنت الجانب الإسرائيلي في عدم احترام حقوق الفلسطينيين، هذا التوتر اللي ممكن يجعل المنطقة كلها في حالة توتر. والدليل ان كل الدول العالم تقريبا يعني اعلنت ان هم يا جماعة لازم نهدي الامور، ما تتصاعدش الامور، عشان لو دخلنا في صراع تاني هيبقى الوضع بشكل عام مش مستقر للمنطقة بشكل عام. فللأسف الشديد الجانب الإسرائيلي طول الوقت مش عايز يدي الحقوق للجانب الفلسطيني، وعدم احترام الجانب الإسرائيلي لكل الاتفاقيات وكل المعاهدات الأمم المتحدة و و و اللي بتصب في الآخر في إعطاء الحقوق للجانب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد استفزاز وراء استفزاز وراء استفزاز من الجانب الإسرائيلي للمجتمع الدولي كله وللمجتمع الإسلامي والفلسطينيين بشكل عام والمسلمين بشكل عام، مما أدى إلى هذه العملية الخاصة برشق الجانب وإطلاق الصواريخ من غزة على الجانب الإسرائيلي. حضراتكم زي ما انا قلت هناك قتلى من الجانب الفلسطيني واصابات. دعا سيد احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدول العربيه لوقف العمليات والتصعيد بين الجانبين، الجانب الامريكي والجانب الاوروبي. عدد كبير من الدول الاوروبيه بتستنكر هذا الاعتداء من الجانب غزه يعني على الجانب الاسرائيلي. وايضا اتصالات مكثفة بشدة طول اليوم النهاردة من الجانب المصري، وإعطاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التوجيهات لوزارة الخارجية المصرية بتكثيف الاتصالات بكل الأطراف وكل الدول الصديقة وكل الدول الموجودة يعني لها دور في هذه القضية الفلسطينية يعني.
بان احنا نحاول قد ما نقدر ما يتصاعدش هذه الحرب او هذه بداية الحرب وتتصاعد ويحصل خسائر اكثر واكثر في الجانب الفلسطيني، ومحاولة للتهدئة بشكل عام. كتير من دول العالم والدول العربية دعوا إلى وقف التصعيد بين الجانبين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، بأنه برضو التصعيد ما يتصاعدش أكتر وأكتر، وتوقف طبعا الصواريخ من غزة على إسرائيل، وتحذير بأنه الموضوع لو تصاعد هنخش في إطار أعتقد أنه المنطقة كلها في غنى عنه. أتمنى زي أي مواطن مصري، زي أي مواطن في العالم العربي كله، بيتمنى أنه الجانب الإسرائيلي يعطي حقوق للجانب الفلسطيني، والمجتمع الدولي يبتدي يفهم أن إحنا لازم بقيام الدولة الفلسطينية وإعطاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني اللي بقاله سنين طويلة جدا للأسف الشديد هو الدولة الوحيدة المحتلة في التاريخ. دلوقتي هي احتلال الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية، ما فيش احتلال تاني في العالم كله في الكرة الأرضية غير هذا الاحتلال من الجانب الإسرائيلي للدولة الفلسطينية أو للفلسطينيين والأرض الفلسطينية. فنتمنى كل بندعي كلنا جميعا، والدولة المصرية بتدعو هذا أيضا، إلى أنه الموضوع ما يتصاعدش وأن الموضوع يهدى بقدر الإمكان، لأنه زي ما أنا قلت من شوية أكيد أكيد مش في مصلحة أي طرف أن هذه الأمور تتصاعد أكثر وأكثر ونخسر أرواح أكثر وأكثر ونخسر جرحى أكثر وأكثر. نتمنى الهدوء، نتمنى كل ما يصب في مصلحة يعني أخذ حقوق الشعب الفلسطيني اللي عانى على مر سنوات طويلة جدا، وما فيش حد وقف بجانب الشعب الفلسطيني في التاريخ كله زي جمهورية مصر العربية على مر التاريخ. قدمت شهداء، قدمت معونات، وآخرها في غزة حضرتك إعادة إعمار غزة، وهذا المجهود الرهيب من الدولة المصرية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار وإعادة شفنا النهاردة حضرتك الاعتداءات الإسرائيلية على حضرتك عدد كبير جدا من المنشآت الحيوية في غزة في فلسطين، من مستشفيات من مواقع مختلفة يعني. مصر تجري اتصالات بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي في أسر بعض الجنود الإسرائيلية وضبط ضباط في الجيش الإسرائيلي. إسرائيل بتستدعي الجنود الاحتياطي وتعلن إنها في حرب يعني. حضرتك اسمحوا لي إن أنا أقرأ هذا الخبر الهام من رئاسة الجمهورية حضراتكم، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الأحداث في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ويوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. نتمنى ان صوت العقل يعلو اكثر واكثر، وايضا نعطي للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتنفيذ عدد كبير جدا من القرارات الامم المتحدة اللي بتصب في الاخر في اعطاء حق الفلسطينيين لقيام دولتهم. مش عارف ليه احنا عندنا مشكلة في ان احنا ندي للبعض حقوقه، عارف يعني. هل الشعب الإسرائيلي مثلا يعني مش حاسس بالتوتر ده طول السنين اللي فاتت وعدم الاستقرار؟ طب يعني الى متى العناد، الى متى عدم اعطاء الحق؟
طب مش ده في الآخر بيصب في عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان بشكل عام في العالم وبشكل خاص في إسرائيل؟ هناك عدد من الأخبار أيضا بتصب مع في أخبارنا النهاردة في هذا الاتجاه، فاسمحوا لي برضو أقرأ بعض مما جاء في الأخبار في خصوص هذا الموضوع أيضا. مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة. ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا التهدئة أنا آسف الفاعلة دوليا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام التي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال. أيضا خبر النهاردة أيضا من ضمن أخبارنا يعني الهامة، سامح شكري يجري اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية بدأ في الصباح الباكر يوم السبت 7 أكتوبر الجاري في إجراءات اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا السياق أجرى شكري اتصالا مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ مساء الجمعة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسات ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، كاشفا أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة. في نفس الإطار أيضا في بعض الأخبار الخاصة بهذا الموضوع، وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظير الأردني. ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة أن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى يوم 7 أكتوبر الجاري اتصالا هاتفيا مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة. هذا وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة. الحقيقة وزارة الخارجية وزير سامح شكري الحقيقة يعني أجرى العديد والعديد من الاتصالات الدولية بكثير من الدول الصديقة والدول اللي ليها علاقة بهذا الجانب وليها دور في هذا الجانب لوقف التصعيد في ما بين الجانب الفلسطيني وما بين الجانب الإسرائيلي. فده ما حدث اليوم من الصبح لحد يعني لحد الآن، ويعني طبعا كل وسائل الإعلام في كل حتة في العالم عمالة بتتابع ما يحدث من تطورات في هذا الشأن.